إذن للحديث أكثر عن استهداف الناشطين في العراق واستنكار المنظمات الحقوقية الدولية لهذه الجريمة ينضم إلينا عبر الهاتف من محافظة ميسان الناشط في التظاهرات علي الكاظم. أستاذ علي، مرحبا بكم. يعني بعد تكرار عمليات اغتيال الناشطين في التظاهرات والتي كان منها اغتيال الناشط أمجد لدهامات في محافظة ميسان، هنا أصدرت المنظمات الحقوقية بيانا تندد فيه باستهداف الناشطين، لكن هنا يعني بماذا تفسر تزايد وتيرة اغتيال الناشطين خاصة في الفترة الأخيرة؟ مساء الخير عليك سيد الفاضل وعلى جميع المشاهدين والمستمعين قناتك. طبعا بشكل تأكيد يعني استشرنا خيرا بحكومة السيد الكاظمي بعد توليها لزمام الأمور، ووعد السيد الكاظمي بأن ستكون هناك ملاحقات وكشف عن الذين قتلوا الجنات الذين اغتالوا واستهدفوا المتظاهرين، لكن للاسف الشديد هناك تزايد في عمليات الاغتيالات على الرغم من تراجع المظاهرات نتيجه الوضع الاقتصادي الوضع الصحي. لهذا السيد الكاظم اليوم مطالب بالكشف عن هؤلاء الجنات، خصوصا وانه كان رئيسا لجهاز المخابرات العراقي الذي يعلم بكل صغيره وكبيره في موضوع الاغتيالات. لهذا ارى ان الحكومه ترى ولا تتحرك بكل تاكيد، يعني هذا ما يوصفنا، لان اغتيالات شخصيات مهمه مثل الدكتور ابراهيم يعقوب او السيد هشام الهاشمي بعد وعود الحكومه بالكشف عن الشهداء السابقين ومن قتلهم، هذا مؤشر خطير ويضع جميع الناشطين في موضع الخطر، وخصوصا انه لا توجد مظاهرات، فلماذا يتم اغتيال هؤلاء الشباب، هؤلاء الذين خرجوا للمطالبه بحقوقهم او ابسط ما يمكن ان يحصل عليه الشاب اليوم في العراق. أستاذ علي، في هذا الإطار الناشطون والمتظاهرون يعني خرجوا بالأساس للمطالبة بحياة أفضل للعراق والعراقيين، هل المطالب التي خرجتم من أجلها تستوجب القتل من قبل الأجهزة الأمنية الحكومية والميليشيات؟ يعني بكل صراحة اليوم كل المطالب التي خرجت من أجلها الشباب هي من أجل تطوير مسار العملية السياسية، من أجل أن تكون القوات الأمنية مسيطرة على العمل في العراق، العمل العسكري او الامن او الاقتصادي او غيره، لكن للاسف الشديد نرى ان هناك الكثير من العصابات والميليشيات والمافيات تقوم باغتيال هؤلاء الشباب المطالبين في ظل صمت مطبق وسكوت من قبل القوات الامنيه المسؤوله عن هذه الملفات، ومجرد سكوت هذه القوات الامنيه عن ملفات الاغتيالات هذا يعني مدعاه للخوف، لان يعني هذه القوات هي المسؤوله عن الكشف عن الجنات، وبالتالي السكوت هو معناه انك تشترك في الجريمه مع هذه العصابات وتتستر عليهم ولا تعرضهم لصراعات. ملينا من موضوع اللجان التحقيقيه وغيرها، وهذا ما ينذر بان حكومه السيد الكاظمي هي كسابقاتها من حكومات القتل والاغتيال والقتل في العراق. يعني استاذ علي، المنظمات الحقوقيه والبعثات الدوليه يعني دانت اغتيال المتظاهرين، من ضمنها وآخرها كان البعثة الاستشارية للاتحاد الأوروبي في بغداد، من جانبها دعت الحكومة للتحقيق في عمليات الاغتيال المستمرة ضد الناشطين والمتظاهرين، هل تعتقد أن حكومة مصطفى الكاظمي يمكن أن تستجيب لهذه المطالب من وجهة نظركم؟ يعني بصراحه كما اسفت، لان سيدي كاظمي وليس جهاز المخابرات وعضو المجلس الامن الوطني الذي عينه عادل عبد المهدي قبل ان ياتي ويكون كاظمي رئيس الوزراء، لهذا ارى ان لا فائده ولا جدوى من مطالبات الحكومه بتشكيل لجان تحقيقيه، لان الحكومه تعلم اساسا بمن يقوم بعمليات الخطف والاغتيال للمتظاهرين والناشطين، لهذا على سيدي كاظمي ان يكشف ان كان صادقا في عمليه في موضوع كشف الجنات، ان يكشف للمجتمع الدولي وللمحكمه وللقضاء من يقوم بقتل المتظاهرين، والا تشكيل اللجان هو تسويف لدماء هؤلاء الشهداء في سابقاتهم من الحكومات التي سوقت عمليه الكشف عن الجنات في اللجان التحقيقيه السائده والتي فيها قاده امنيين متورطين بملفات فساد، فممكن جدا ان تقوم هذه العصابات والميليشيات القاتله برشوه هذه اللجان وبالتالي عدم الكشف عن الاجراءات والقتل للاخوان المتظاهرين. طيب استاذ علي، تعتقد ان الحكومه الحاليه تستطيع ان تكشف عن الجناه الذين قاموا بقتل المتظاهرين وجرحهم، تعتقد ذلك؟ يعني هو من الممكن جدا ان تقوم الحكومه بهذا الموضوع، واذا كانت اهدافها اصلاحيه من الممكن، لكن لحد الان للاسف لم نرى اي تحرك من السيد الكاظم سوى زياره عوائل الشهداء وهذا والوعود بالكشف عن الجنات، لكن لحد الان بعد اكثر من شهرين من اغتيال السيد هشام الهاشمي المعروف لم يتم الكشف،
فاذا كانت شهرين غير كافيه للكشف فلا اظن ان الحكومه قادره على الكشف على اي من الجنايات والقتله الذين استهدفوا المتظاهرين والنشطاء الشباب الاحرار في العراق. من محافظه ميسان الناشط للتظاهرات علي الكاظم، شكرا جزيلا لكم.